شوف المواصفات معي بيك اب، ولكن مواصفات مين مواصفات بيك اب صراحة. الصينيين قاعدين يبدعون بالتصاميم والمواصفات، قاعدين يحرجون المنافسين. الشاشات شبه متصلة، الطبلون شاشة مقاس 10 والشاشة الوسطية مقاس 12.3، تدعم نظام ابل كار بلاي، دبل خفيف وثقيل، عندك اوتو ستارت ستوب برضه موجود على السيارة. الدرج الوسطي يكون فيه فتحة من المكيف حتى تحط اذا معك علاج ومعك اغراض تكون باردة على الأقل أو تحافظ على برودتها. هذه مساحة التخزين تقدر تتحكم فيها بالطريقة اللي تناسبك. 6 سماعات، 8 وسائد هوائية، تكاية، حاملة أكواب، فتحة تكييف الخلف مع منفذ طاقة، وبرضو يتوفر عليها آيزوفيكس تثبيت مقاعد الأطفال موجودة هنا. إضاءة أمامية فول LED مع جنط 18 ماكسوس تورنيدو 19، يجي عليها محركين، في محرك 4 سلندر 2 لتر سنجل توربو 161 حصان 375 نيوتن متر، ومع غير اوتوماتيكي 6 سرعات، وفي محرك ثاني 4 سلندر توين توربو قوة 214 حصان مع 480 نيوتن متر وغير اوتوماتيكي 8 سرعات من شركة زد اف الألمانية. ايش رايكم؟ ماكسس تورنيدو 19 اخر موديل 2023 من معرض طلال للسيارات الرياض، حي الشفا.